عادل ابراهيم محمد تركي محامي من الاسكندرية، جئت لاشارك جماهير الشعب دون اي توصيف، دون انتماء لاي حزب او جماعة او تيار، ولكن جئت كمصري فقط، وصف واحد الا واني مصري فقط. جئت لاعبر او لاشارك في التعبير عن مطالب الثوار. اول مطلب بدأناه في 25 يناير، حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. احنا عاوزين عدالة اجتماعية للعامل، للفلاح، للانسان البسيط، سكان العشوائيات، سكان المقابر، اطفال الشوارع، جايين من اجل هذا. الامر الثاني، احنا مش هيخدم على ذلك دماء الشهداء لا شك، وضد المحاكمات العسكرية للمدنيين كل هذا، لكن من اولا كرامة الفرد. احنا نريد ان ننهض بمصر، نبني مصر الجديدة اللي بتقوم على محور اساسي ومحور رئيسي هو الانسان المصري الحر الكريم، ولن يكون ذلك والعدالة الاجتماعية ولا شك، وحد ادنى الاجور وحد اقصى الاجور. فلنبدأ نقول ان المواطن البسيط، المصري البسيط، احنا جئنا من اجله، من اجل كرامته، من اجل حريته، من اجل انتخابات حرة نزيهة، من اجل انه يعود الامن الى ربوع مصر كلها. فاحنا بنرتب مطالبنا، الامن والعدالة الاجتماعية وحرية ونزاهة الانتخابات، هو دي بعض. تقول ايه للاسلاميين الذين لم ينزلوا اليوم؟ انا اقول للجميع، مصر ملكنا جميعا، فاذا كان لكم رؤية بعدم النزول ارجوكم لا تشككوا في وطنية احد، ولا تخونوا احد، ولا تكفروا احد. فاذا كانت الثورة جاءت لتعلي من قيمة الحرية، فكل فصيل له رؤية، لكن عليه ان يرى المصلحة العليا لمصر، وهو يفكر في مصلحته الخاصة، يعلي من قدر المصلحة العليا لمصر. خالد فتحي العيدي. والله انا نازل النهارده عشان نجمع بعضينا ان شاء الله، نقف مع كل الناس اللي هنا ونجمع بعضينا ونطلع السفارة الإسرائيلية ان شاء الله. الى اين الطيارات تنتمي؟ انت مش لاي طيار. انا بتكلم على اساس ان معظم الطيار الاسلامي منع النزول. لا انا مش منتمي لاي طيار والله. يعني انت محسوب على السلفيين ولا الاخوان ولا الجماعه ولا ايه بالظبط؟ محسوب على المسلمين. مصر مصر. طب ايه بتقول انت بعد النزول النهارده رايح فين؟ هنجمع بعضينا كده في مليونية الشواكيش ونطلع ان شاء الله على السفارة الإسرائيلية، نهد الجدار اللي حاطينه لنا هناك. هتروح الساعة كام ان شاء الله؟ ان شاء الله الساعة 3 كده، ربنا المستعان نكون بقينا عدد كبير، لان احنا رحنا اول امبارح فما كنا عدد صغير جدا، والامن كان اكتر مننا، فحسبناها لقينا ان احنا لازم نكتر نفسينا ونروح تاني ان شاء الله. مع بعضينا ان شاء الله. الله المستعان.